يربط تونس بمصر وفاق ثقافة وحضارة نلمسه في أسلوب حياة نائلة. هذه التونسية التي سحرها الفن المصري القديم فأصبحت إلى جانب مهنتها في مجال القانون ناقدة سينمائية تضبط إيقاع حياتها على مواعيد التظاهرات الفنية المصرية. بدي الغرام مليانة صغيرة بالكل، خاطر أمي كانت ياسر مغرومة بالأفلام المصرية ودونك تهزني معاها للسينما. دونك الأفلام المصريين اللي تعدوا في السينما في تونس يظهر لي الكل شفناهم مع بعضنا أنا وياها، معناها نادية الجندي، بفوق الشجرة، الكل الكل. وأون بلوس هي كانت في الدار عندها زوز مجلات مصريات اللي هما الموعد وكواكب، دونك هي تقراهم وأنا كي صغيرة نتفرج على الصور، ومن بعد بشوية بشوية حتى أنا وليت نقرا معاها. دونك نحبهم، تغرمت منها يظهر لي وكبر بيا. هو رابط قوي وناعم في الوقت ذاته، مع الأيام ازداد صلابة وسحرا، فتحضر مصر في كل تفاصيل حياتي نائلة. كل شيء نحب جوهم، كل شيء. دونك كي نمشي نزور المتاحف، نزور القصور، نزور كل الأحياء الراقية، الأحياء الشعبية، زمالك، جاردن سيتي، خان الخليل، نحبهم. وكي نلقى دي سوفينير مثلا نشري، مثلا هذه من مصر، هذا يا من مصر، كوليكسيون أم كلثوم، فيها دي بارول تاع أغنية أم كلثوم مكتوبين. قهوتي، ها قهوتي فنجيل أم كلثوم. يأخذنا شجن الحديث إلى مقهى الشواشين في قلب مدينة تونس العتيقة، الذي يضرب كل مساء موعداً لزبائنه مع أغاني الست وغيرها من روائع الفن المصري القديمة. الغنيات الكل متاع المسارة بصفة عامة، عبد الوهاب، وتربينا على صالح عبد الحي وعبد الحمولي. شنو تحب نقول؟ كل سمعتهم انا، خاطر انا رجل كبير واللي اكبر مني هما اللي غرموني بالحكايه ذي. لشعب تونس حكايه حب خالده، ليس مع كلاسيكيات الفن المصري فقط، بل ايضا مع جديده وكل رموز ارض النيل.